أسعد الله مساءكم وجزء اليهم الأنباء من التناصح. قام فصيل من قوة مكافحة الإرهاب السبت بعملية تمشيط للأودية الواقعة بين مدينتي ترهونة وبن وليد. وبحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، فإن عمليات التمشيط تأتي لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة وملاحقة أي فلول انهار بالي عصابة القانية الإجرامية التي تعد إحدى أذرع ميليشيا حفتر الإرهابية. أفاد ناطق باسم غرفة عمليات وتأمين وحماية سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه السبت إن الأوضاع بالمحاور هادئة ولا تشهد أي اشتباكات بين الجيش وميليشيا ومرتزقة مجرم الحرب حفتر. دراه في تصريح لقناة التناصح أفاد إن المنطقة تشهد تحليقا للطيران الإماراتي المسير المساند لميليشيا حفتر، وإن قوة الجيش في جاهزية تامة وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر الصادرة من غرفة القيادة الرئيسية. طالب وكيل وزارة الصحة محمد هيثم المجلس الرئاسي إحالة المخصصات المالية للمرضى والجرحى الذين يتلقون علاجهم بالمستشفيات والمصحات الألمانية. ودعا الوكيل إلى عقد اجتماع استثنائي لأعضاء المجلس الرئاسي لمعالجة تعثر وتسهيل المخصصات المالية للمرضى في ألمانيا، موضحا أن السفارة الليبية ببرلين استوفت كافة المستندات المطلوبة لإحالة المخصصات المالية. نظمت جمعية دعوة الإسلامية مسابقة لحفظ القرآن الكريم عن بعد للبنين والبنات تحت إشراف جمعية الدعوة الإسلامية بمشاركة 38 دولة من مختلف دول العالم. وأقيمت المسابقة سبت بقاعة فندق المهاري بطرابلس وسط أجواء تنافسية بين المتسابقين، وتستمر هذه المسابقة لمدة 3 أيام. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.